اهلا وسهلا فيكم، معكم انجسر، واليوم عم بلعب البيتا تاعول ستار وورز باتل فرونت. هذه اللعبه اكيد كلكم تعرفوا، انا كثير متحمسه العبها لانه كثير بحب ستار وورز، وكنت عم بلعبها بالعطله الاسبوع اللي مضيت وكثير عم بحبها. اول شيء بدي افرجيكم التور تاعول سرفايفل، اللي هو فيكم تلعبوه لحالكم او مع حدا تاني اونلاين او قاعد احدكم على الكنبايه بتور سبليت سكرين. وخليني اخبركم شوي عن هذه المرحله. اول شيء هي على كوكب تاتوين، اللي هو الكوكب اللي بيربع عليه لوك سكاي ووكر باول فيلم او رابع فيلم حسب كيف عم بتعدوا، وهو كوكب صحراء، ففي عليه كثير صحراء ورمل واحجار كبيره. والمبدا من هذا التور انه انتو جندي من الريببليك اللي هن الاشخاص المنيح، وعم بدكم تحاربوا 6 موجود من الاعداء، فحيكون في اعداء مختلفه عم بيجوا عليكم ولازم تحاربون. في طريقتين فيكم تلعبوا او مثل حزمتين فيكم تحملون. انا بفضل السكندري لانه في بقلبه صاروخ كثير مفيد لما يكونوا عم بيجوا الاي تي اس تيز الكبار هنا عم بيهجموا عليكم، فخلينا حطوا و بنقي اي بلاستر. اوكي خلينا على هيدا وخلينا نبلش. غير عن البلاستر العادي اللي في عنا اياه هيك، في عنا كمان جت باك فينا نستعملها لننط بعيد من محل لمحل، بتشبه كثير الجت باك اللي بتايتن فول. وكمان في عنا السلاح اللي نقيته انا من قبل اللي هو الصواريخ اللي قلت لكم انه مفيدين بشكل طبيعي. فلفرجيكم الجت باك كيف بتشتغل. ها هي بس هيك بتعطيكم مثل نطه كبيره وبتعوز وقت لترجع تشارج مره ثانيه بعد ما تستعملوها. فهلا المفروض يكونوا اجوا اول موجه من الاعداء. لا ننتظر الموجة الثانية توصل. Incoming enemy units. Watch out for those shock troopers' heavy blasters. بفضل أنا على طول لما أكون عم بلعب ألعب من مناطق عالية، لأنه بصير في عندكم مثل هيك منظور أكبر لتقدروا تحضروا حالكم فيه هنا عم بيجوا الأعداء. اوكي هلا حتجي مثل اسكيب بود مثل هيديك ولازم نروح We need to get to it before the Imperials do. واحميها. Imperials coming into scanning range. ATST headed your way. We're capturing the escape pod. هلا بيجي هذا الـ ATST الكبير، روبوت كثير كبير بيمشي على اجرتين وقوي. وينو؟ هلا لفرجيكم كيف بقدر استعمل الصاروخ بس لقريب شوي. The escape pod is under our control. Okay. Okay. في اعمل حوالي مثل دفاع بقدر احمي حالي فيه، بس لازم اشرب. لا مات لانه طلعت برات
محل ما القتال عم بيكون اوكي ما بيأثر في حط الدفاع اقدر احمي حالي فيه دوائرات زرق بيعطوكم باور ابس مختلفة اللي هن قدرات فيكم تستعملون بثلاث حرب وبيكونوا عادة تحت فهيدي مثلا عطتني تشريع جديد للدفاع تعولي فيه صار ارجع احطه فما فيني هن ما فيني اقصوا علي بس هن كانوا فيني اقصوا علي هيك ما كثير عم بقدر احكي نروح نجيب بعد باور ابس لاقدر استعملهم فيكم تشوفون على الخريطه انتم عم تمشوا بيكونوا لا تقدروا توصلوا عليه يعني قديش بعاد عنكم من الباور ابس مبدئيا هن هون في وحده قريبه نجيب الباور اب لانه كثير كثير مفيدين خاصه انه هلا في الاي تي اس الثاني فكل ما يكون في عندي اشياء اكثر دافع عن حالي فيها Another pod is down. Move on that location and capture it. Defend
Lost position. New ATST detected. Defensive position. They're coming in again. كثير حلوة على فكرة بتكون اللعبة جميعا لأنه انتم أصلا عم بتساعدوا بعض حالي ما بعرف عم بقيس علي هلا يلا بقى واخيرا واخيرا مات. فاذا انتم لعبوا انتم توتال سرفايفل هلا بالبيتا بنصحكم انا تستعملوا السكندري هاند اللي بتتضمن هذا الفرد اللي كنت عم بستعمله انا اللي بيقص اللي بي أو الصواريخ لتقدروا تتغلبوا على الـ ATSTs الكبار. اوكي فهلا انا لعبت تور سرفايفل اللي فيكم تلعبوا لحالكم او مع حدا تاني اونلاين او حدكم على الكنباية بسبليت سكرين كووب. حجرب العب واحد من الاطوار المولتي بلاير اللي هنا اونلاين اللي هنا دروب زون او ووكر اسولت، بس اللي عم بيصير هو السيرفرز ما كتير ياي زبطت. اوكي فحنلعب هلا دروب زون. بتور دروب زون بيكون في هدول البودز اللي شفناهم بسرفايفل مود، لازم الفريق تاعكم يحمي البود تاعته والفريق اللي بجمع اكثر شيء بودز بيربح. هي فهلا حوقف شوي عبين ما يكون انضم للعبه وبنرجع نبلش. 1 hour later 2 hours later Three hours later. اوكي ما عم بيزبط معي ابدا انه فوت على لا الدروب زون ولا الووكر اسالت لانه كلكم عم تلعبوا والسيرفرز مضغوطين كثير.
حجرب جيب لكم جيم بلاي فيديو تاني اذا ضبط معي المالتي بلاير، بس لهلا في فرجيتكم كيف فيكم تلعبوا تور سيرفايفل. خبروني بالتعليقات اذا انتم قدرتوا تلعبوا دروب زون او ووكر اسالت. انا لعبتهم قبل ما تفتح البيتا، حبيت كثير ووكر اسالت لانه فيها 40 لاعب، وبتقدروا ما بس تلعبوا كجنود، كمان فيكم تسوقوا كل الفيكلز اللي بقلبها، يعني فيكم تسوقوا AT-ATs, AT-STs, X-Wings, Y-Wings, TIE Fighters، كل الأشياء اللي فيكم تشوفوها فيكم تسوقوها. الدروب زون حلو بس حسسني كتير بالألعاب الفيرست بيرسون شوتر العادية، فأكتر طور مفضل عندك كان ووكر أسالت، فظيع، بتحسوا حالكم عن جد قتال بقلب ستار وورز، فكتير كان حلو من هالمنظور. سيرفايفل حبيته بس حسيته كتير قصير الدور. بس خبروني انتو شو رأيكم، يعني انا صراحة كتير حبيت اللعبة. اول شيء شكلها كتير حلو، تاني شيء الاسلحة اللي فيها كتير حلوة، تالت شيء الاشياء اللي فيكم تعملوها كتير متعددة. فبالنسبة لي هذا عن جد واحد من اول البيتاز هالسنة اللي نزلوا، اللي حسيته بيعطي فكرة كتير حلوة عن اللعبة وحمسنا العب اللعبة اكتر. فخبروني انتو شو رأيكم، خبروني اذا لعبتوها. بعد في عندكم يمكن يومين لتقدروا تلعبوا البيتا المفتوح قبل ما تسكر، فبنصحكم تروحوا تلعبوها هلا على PC, PlayStation 4 أو Xbox One وتقولوا لي شو رأيكم. وخبروني إذا لعبتوا أي واحد من Drop Zone, Walker Assault أو Survival، وإذا عملتوا أحسن مني probably عملتوا أحسن مني. وهذا كان كل شيء لليوم. Star Wars Battlefront حتنزل بشهر نوفمبر، فتابعوها وتابعوا المزيد من الأخبار عن Star Wars وعن كل شيء تاني كمان على IGN الشرق الأوسط.